يا حليل البشير، البلد كان رايقة تسقط قحط تسقط الشوية يوم 30 ده البل. البلد كانت حلوة يوم الشفاط السعر كان تسقط قحط تسقط قحط يا زول تسقط الشوية. انت عارف الكوز ده رابطينه بالحبل ليه؟ ليه؟ عشان كان فكه من المزيرة دي بيبيعها. لا 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 امشي يا فعلوك ساينتا اسمعني الحكاية تحتم حرية كتلة نازل في فيسبوك انشروا يا خبر يا اخي القيادة جوا. لا 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 اسمعني هذا الشنيع حبيبنا كيف احتفالات احتفالات شكرا حمدك مش شايف بيكم ولا السؤال ممنوع ثورة يا نجيب حقهم يا نموت زيهم يوم 30 لما الشهيد ده برجع مهما كان طارت ولا قصرت برجع. اها حنكك شنو انت اصلي يوم 30 ده؟ لا 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 لازم نشوف لنا شغله. الكهرباء قاطع الكيف ده ما في الراس بيقاته ما شغال يا اخي يعني لا انا تمام يعني ما ممكن الحكايه دي يا اخي زوري زوري لا اله الا بالله يا اخي دخل الشنو ده يا اخي مالك يا عمك ذاك الجرس يا اخي يعني عاين يوم 30 ده انت ممكن تطلعوا لنا تخبطوا لنا زعارد شويه تخلوا الوزراء ده يشتغلوا ما بتجي الحكايه دي شوف البصل ده بقى بكم الفحم بقى بكم الحكايه دي والله ما بتجي كده يا جماعة يعني الغلط يعني ان شاء الله والله الامور بتظبط ان شاء الله بس ما عارف يمشوا والله ما عارف يمشوا انا والله العظيم راسي ده شطب عديل انت كده خليني انت اللي بتشاهد رايك شنو في الحكايه دي يعني ما ممكن اي زول شايد في جهه اي زول بيهمه الحكايه تبقى واحده والراي يبقى واحد ولا كيف يا اخي يعني ما ممكن يا اخي اسمع رايك ده اكتبوا لي في كومنت يا اخي.